التكوينات الجديدة طبعا لمخرجات برنامج الحكومة سنشرع إن شاء الله ابتداء من سبتمبر من السنة الجامعية المقبلة في تكوين طلبة جدد في مجال تحلية مياه البحر والمياه المالحة، وهي عبارة عن شبكة موضوعاتية متكونة من عدة مؤسسات جامعية معالجة مياه المستعملة وإعادة استعمالها، وهذا تكوين جديد في مؤسسات الجامعية يأتي تنفيذا لبرنامج الحكومة. الهيدروجين الأخضر كذلك ستكون لدينا شبكة موضوعاتية متكونة من 5 مؤسسات جامعية. الإعلام الآلي الكمي، وهذا بطبيعة الحال تخصص جد هام بالنسبة لمستقبل الحاسوب سواء في الجزائر أو في العالم ضمن شبكات موضوعاتية، علوم النانو وتكنولوجيا النانو، وكذلك الأنظمة المستقلة. للتذكير، كل التخصصات هذه ستدرس باللغة الإنجليزية.